انضم معنا الخبير الأمني السيد فاضل أبو رغيف. أهلا بك سيد الكريم. بداية، هل الوضع الأمني العراقي في الوقت الحالي بدأ بالتردي مجددا، لا سيما بعد الهدوء النسبي في البلاد، وأيضا لا سيما بعد العمليات العسكرية النوعية مؤخرا في المناطق الرخوة أمنيا؟ أيضا أود أن تربط لنا كل هذه الأحداث وهروب داعش من سجن الحسكة وما تعرضت له قبل أيام ديالة من هجوم وقتل 11 جنديا، تربط لي هذه الأحداث بخروج القوات الأمريكية. تفضل حضرتك. نعم سيدة، مع التحية الطيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريم. يعني أولا دعينا نعزل بين ما جرى في سجن الحسكة وبين سجن غويران أقصد به، وبين ما وبين الوضع في العراق. قطعا يعني القيادات البارزة في التنظيم الموقوفة في العراق موقوفة ضمن سجون محصنة، وهذه السجون فيها أطواق أمنية وفيها رقابة وفيها تجديد، والوضع في العراق قطعا يختلف عن الوضع في سوريا. يعني أولا قوات قسد السورية هي قوات قد لا تكون تشبه القوات النظامية العراقية، بيد أنها لا تملك هيئة قضائية، وهي مدعومة من جهات ومرفوضة من جهات، بالوقت الذي تعاديها الجانب السوري والجانب التركي، تؤيدها الجانب الأمريكي، وقيادات كردية أيضا داخل العراق تبدي تعاونا وتعاطفا معها، وهي أصلا متعاونة مع الجانب الأمني العراقي، سيما الجانب الاستخباري، لأنها بين فينا وأخرى تسلم الجانب العراقي بضع مئات وفي بعض الأحيان آلاف من موقوفيها، سيما من القيادات الداعشية من الجنسية العراقية. لذلك ما حدث في سجن غويران لن يؤثر ولن يخاف منه على الوضع الأمني في العراق، لأن العراق نعم هو قطعة واحدة قد يكون يتأثر بالوضع الأمني السوري، لكن بهذا الخصوص لا أعتقد أنه يعني يتأثر. لكن بالوقت عينه يعني الذي جرى في سجن الحسكة، سجن غويران، كأنما كانت هناك مزامنة، لأن هناك في اليوم الذي تلاه كانت هناك عملية في حاول عظيم، وهذه العملية كانت مؤسفة ومؤلمة، قد تعطي للتنظيم جرعة تنشيطية، بمعنى أنها تشجع التنظيم وترفع به الروح المعنوية لأن ينفذ بعض العمليات النوعية، سواء كان على نحو الغزوات أو المفخخات أو حتى الانتحارين أو حتى العبوات الناسفة. لذلك الوضع في العراق الآن هو وضع، يعني إذا ما استثنينا حادثة حاول عظيم، نوعا ما وضع مقبول إلى حد ما، لكن يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى تعضيد القطاعات الميدانية والتعبوية، يحتاج إلى تمتين العقد الرخوة التي أسمها أستاذ أحمد خضر يعني قبل قليل، حينما أكد على السيد معاون رئيس أركان الجيش الأسبق بأن هل هناك مناطق رخوة يخاف منها؟ نعم هناك مناطق رخوة، لا زالت هي رخوة ولا زالت تمثل مفصلا يستغلها التنظيم بين فينة وأخرى، بدليل أن التنظيم يتواجد على شكل أفراد متوارية ما بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، سيما في وادي زغيتون، وادي الشاي، وادي أم الخناجر، وكذلك في الموصل في مرتفعات بادوش ومرتفعات الشيخ يونس، وكذلك في مطيبيجة والجلام التي تفصل صلاح الدين عن ديالة، وكذلك في بعض المناطق التي تشهد إرباكا أمنيا بينا في مناطق الطالعة والمخيسة ومناطق شمال المقدادية بصورة عامة. لذلك ديالة يجب أن تعالج العقد الكؤود في منشار المحافظات الشمالية وهي محافظة ديالة، لأن ديالة إذا صفت صفت باقي المحافظات، وديالة تحتاج إلى مراجعة استخبارية. هذه العبارة سمعناها سيد فاضل، سيد فاضل في السابق عندما كانت القاعدة، قالوا الفلوجة إذا صفت سيصفو العراق وسينتهي الإرهاب، الآن أصبحت ديالة إذا صفت سينتهي الإرهاب، ويبدو أنها حلقة مفرغة لن نصل إلى النتيجة فيها. ما جرى من خروقات في حاول عظيم يجعلنا نبكي ونضحك أيضا في نفس الوقت. دولة، إمكانيات دولة كالعراق، إحنا مو مثل سوريا، والوضع في سوريا وضعية العراق تختلف تماما، إمكانيات كبيرة صرفت على المنظومة الأمنية والعسكرية. قبل قليل السيد بابكر زيباري قال وأشر ملاحظات على الجانب الاستخباراتي، إمكانيات دولة لحد الآن نعجز عن الوصول إلى المعلومات وأن تكون حركة استباقية للحدث. أين الجانب الاستخباراتي؟ دائما نؤشر ونتحدث عن الجانب الاستخباراتي سيد فاضل.
نعم استاذ احمد، يعني اولا للاسف استاذ احمد، يعني انا وانت قد نتكلم بغصه حينما ننتقد نريد ان نقوم. دائما الاستخبارات لا تتفاجئ بالارهاب ولا تتفاجئ بالعمليات النوعيه التي تنفذها الجماعات الارهابيه، بل الاستخبارات تفاجئ العدو ولا تتفاجئ بسلوكه. الاستخبارات دائما نسميها هي عباره عن استباق وعباره عن اجهاض، تبدا بالاستباق وتنتهي بالاجهاض. وإلا الاستخبارات هي تستخبر عن العدو، والاستخبارات هي التي تعرف نوايا العدو، نوايا التنظيم، ما سيقوم به التنظيم من نوايا على الاستخبارات أن تعيه وتعرفه. هناك دائرة تسمى دائرة إدارة المصادر في الدول المتقدمة استخباريا ومخابراتيا. هذه الدائرة ترصد أموال كبيرة إلى المصادر، لأن المصادر تمثل بطن وجزء من بطون الموارد البشرية. المناطق، يعني دعنا نكون أكثر صراحة أستاذ أحمد، المناطق التي تعرضت إلى هزات عنيفة وتعرضت إلى ظلم وغضاضة هي المناطق السنية، مناطق الأنبار ومناطق ديالة ومناطق صلاح الدين ومناطق الموصل. لذلك يعني أهالي المناطق هناك تصدوا وتعاونوا بشكل وثيق ومضطرد مع الأجهزة الأمنية من أجل الخلاص من داعش أو القاعدة من قبلها. لذلك يعني ينبغي إدارة الجهاز الاستخباري بطريقة أكثر مثالية وأكثر عمقا، وهذا العمق يستدعي منا أن نعيد النظر بكافة الخطط، أن يعني أن نضع على رأس جميع المحافظات الساخنة سيما الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية والأمنية منها ضباط وقيادات لديها خبرة بالتنظيم، لديها خبرة بحركة التنظيم. التنظيم يحاول أن يغير من ثوبه. شنو فائدة الخبرة يا سيد فاضل مع وجود تقصير كبير جدا؟ لأنه وزير الدفاع قال هنالك تقصير من قبل قيادات عليا ودنيا، ما نوع هذا التقصير؟ وأيضا ما نوع الإهمال الذي تحدث به محافظ ديالى؟ قال أن القوات الأمنية هنا تعاني من إهمال كبير. شوفي سيدة معاد، المحافظ ديالى خلال الثلاثة أيام المنقضية يعني كان له ظهور واضح في الإعلام، يعني هو يشتكي من قضية وأنا أشاطره الشكوى فيها. يقول أنا رئيس اللجنة الأمنية، وحينما ينصب قائد سواء كان تعبوي ميداني أو استخباري أمني لا يؤخذ رأيي فيها، والحال أنه يجب أن يؤخذ رأي المحافظ فيها باعتبار أن المحافظ يعي جغرافية وسيسلوجية المنطقة هناك، ويعي هذه المنطقة الرخوة وهذه المنطقة المتينة وهذه العقدة التي تسبب فراغا أمنيا من عدمها. لذلك أنا مع أن يستشار محافظ ديالى لوضع أو لتنصيب أي من القيادات التعبوية والأمنية والميدانية، وبعد ذلك بعد أن ينصب بأخذ رأيه يطالب بأن يتحمل مسؤولية في مدة أقصاها من يوم التعيين إلى يوم الانقضاء، مدة أقلها 6 أشهر، وبعدها يتم محاسبة المحافظ ويقال ويكون في خانة المحاسبة ونقول له أنت الذي كان لك رأي في هذا وأنت الذي زكيته وأنت الذي اخترته. لذلك نحتاج إلى يعني القيادات الاستخبارية تحتاج إلى إعادة توليفه، يحتاج إلى إعادة تجهيز، يحتاج إلى إعادة إلى عدم التدوير. كذلك الخبرة نحتاجها يا سيدة معاد، يعني كم مرة تم تغيير مدير استخبارات ديالى من 8 أشهر إلى يومنا هذا؟ 6 مدراء تغيروا. المدير الذي يملك الخبرة لديه داتابيس ولديه هيكلية ولديه معرفة ولديه إحاطة ولديه علم، لا يمكن أن يؤتى بغيره يمتلك تلك الخبرة. يعني هذه الخبرة تحتاج إلى طب سيد فاضل، سيد فاضل لماذا لا تتفق معي بأن الإشكالية تكمن في خلل بنيوي في بناء هذه المنظومة، المنظومة الاستخباراتية من الأساس، هي أساسها غلط. يعني لو نأتي على كل الخروقات نأخذ يعني نأخذ آخر 3 سنوات، كم خرق أمني صار؟ كلها متشابهة، كلها عندما نستضيفك ونستضيف آخرين متخصصين في المجال الأمني يتحدثون بنفس الموضوع، الإشكالية جانب استخباراتي أولا، ثانيا التنسيق بين القطعات وتعدد الزعامات الأمنية، وبالتالي لا يوجد تنسيق بينهم، هذه نسمعها باستمرار. إذن هناك إشكالية بنيوية في منظومة الاستخبارات، لماذا لا يتم معالجتها؟ سيد فاضل تسمعني؟ نعم نعم استاذ احمد، سمعت الشق الاكبر من سؤالك. يعني اولا شوف استاذ احمد،
يعني أنت اليوم تناقش موضوع تم مناقشته قبل حوالي أسبوعين مضت، وهي يعني أنت تبحث عن التخصص وتبحث عن ساحات العمل، ساحة عمل هذا الجهاز دون غيره. إحنا لو قسمنا ساحات العمل للأجهزة الاستخبارية للحؤول دون تداخلها وتعشقها وبعد ذلك ضياع المسؤولية حينما يقع خرق، هذا الذي أصبنا به. لذلك هناك عشوائية بالعمل، هناك استحواذ على المعلومة، هناك تداخل بالعمل، هناك عدم تخصص بساحات العمل. يعني مثلا جهاز أمني تخصصه مكافحة الإرهاب يذهب إلى قضية غسيل الأموال أو يذهب إلى قضية المخدرات، المخدرات فيها دائرة، هذه الدائرة هي مختصة بالمخدرات والمؤثرات النفسية، كون هي التي تكون مختصة. يعني حينما يكون جهاز استخباري تصادفه أي عملية للمخدرات مباشرة يحيلها إلى جهة الاختصاص والمخدرات. وكذلك إذا كانت هناك جريمة جنائية تصادف الشرطة المحلية، الشرطة المحلية كون تحولها إلى مديرية مكافحة الإجرام. وهكذا نحتاج إلى وزارة استخبارات، هذه الوزارة هي التي تجمع الجهاز الاستخباري ضمن منظومة واحدة، وإلا هذا التشظي. يعني كانت الأمن العامة تعمل بصورة تخصصية، وكان المخابرات يعمل بصورة تخصصية، ساحات العمل هنا غير مبوبة، التخصيص هنا غير موجود. نحتاج إلى يعني السيد قاسم العرجي، أولا وزير الأمن القومي هو المسؤول عن وضع آليات عاجلة وسريعة من أجل تخصيص ساحات العمل الأمني والاستخباري على حد سواء. جهاز المخابرات يتصدى للعمل يعني الأخطار التي تمس البلاد خارج البلاد، جهاز الأمن الوطني يتخصص بالجرائم التي هي جرائم المنظمة وجرائم الإرهاب وجرائم الجنائية، وكذلك الاستخبارات يتصدى إلى الأعمال الإرهابية والمشبوهة التي تطال أو التي تكون أو تحدث على في المدن وداخل بغداد خصوصا. لذلك هذا التخصص لو بكرنا به وأوجدنا صيغ تفاهمية تواصلية ما كنا أصبنا بذلك أي مقتلة. لذلك نحن نحتاج إلى إعادة النظر بالبنيوية كما سميتها، هذه البنيوية الأساسية لوضع يافطة جديدة بمسمى جديد، وبعدها توضع الآليات وتقسم وتشطر بطريقة حرفية مهنية بعيدة عن أي تداخل وبعيدة عن أي تسويف لأي خرق قد يحدث. أستاذ أحمد، نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر. السيد فاضل أبو رغيف الخبير الأمني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.